بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان كيقدر يوقع ليه بزاف ديال الأمور اللي هما مؤلمين، والمصائب اللي كتكون موجعة اللي كتكرهها النفس دياله، فربما جزع أو لحزن أو لطلاق أو غير ذلك. حتى كيظن هاد الإنسان باللي أنها هي الضربة القاضية ليه والفاجعة المهلكة للأمال دياله وحتى الحياة دياله، فإذا بذلك المقدور تكون منحة في ثوب محنة وعطية في رداء بلية وفوائد لأقوام ظنوها مصائب. وكم أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب، والعكس صحيح. شحال من إنسان سعى في شيء ظاهره خير وتقاتل وعطى فيه الغالي والنفيس من أجل الوصول له، فإذا بالأمر يأتي على خلاف ما يريد. سبحان الله، فهذه سنة الله في خلقه. وقصتنا الليلة درس كبير في هذه الآية، ضروري تسمعوها باش تستفدوا من الأخطاء نتاع الآخرين. هذه حكايتي، برنامج للعبرة وليس للمتعة. سلام سلام ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. هذه حكايتي، برنامج اللي كيتكلم على مواضيع من مجتمعنا العربي. عندي لكم بشارة خير، كيف كتعرفوا دائما كنعود لكم الحكاية نتاع الأنثى فقط، فبزاف منكم تيقول لي علاش ما كتعوديش القصص أو الحكاية نتاع الذكور. ببساطة لأنه تيكون أخذ وعطاء مع الطرف الثاني، ولكن هذه المرة نداء لكل ذكر كيسمع ليا عنده شي قصة وبغى يشاركها مع المتابعين تاع هاد القناة، ما عليه إلا أنه يعاود لي الحكاية ديالو من الأول حتى الآخر بالتفاصيل ديالها في أوديو، ويصيفط لي هاد الأوديو على الإيميل ديالي وأنا غادي نسمع ليه، ونهار غادي توصل القصة ديالو غادي نصيفط ليه الرابط نتاع الفيديو، هكذا باش نتفادى الأخذ والعطاء. أما بالنسبة للبنات اللي بغاو يحكيوا ليا الحكاية ديالهم اللي فيها عبرة وغادي يستفد منها المشاهد، تواصلوا معايا في رسائل خاصة على إنستغرامي أو للإيميل ديالي، وأنا غادي نتواصل معكم ونعطيكم الواتساب ديالي باش نحكيو مع بعضنا. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه قصتنا الليله غادي نختاروا ليها كاسم مستعار لمياء، واللي كتقول: كنتمي لعائله ميسوره ولله الحمد، دوزت الطفوله ديالي عاديه، ربتني جداتي بحكم انه والديا كانوا تيخدموا ولكن كنت عايشه معاهم، وبحكم انه جداتني ربتني فطلعت شي شويه مفشه. المهم قريت في مدارس اللي هما خصوصيين وكبرت، ومن بعد مشيت لواحد المدينه واحده اخرى باش نقرا واحد الشعبه، وكنت جالسه عند واحد عمتي، ولكن في العطل كنت كنجي عند والديا باش كنشوفهم. واحد النهار كنت خارجه انا وواحد صاحبتي، تلاقيت بواحد السيد اللي تعرفت عليه واللي كانت عنده انذاك 27 سنه وانا عندي 23 سنه. بدينا كنهضروا هو كصديق وانا كصديقه لا اكثر ولا اقل. شويه غادي تقطع ما بيناتنا الهضره، ودازو بزاف ديال الايام وغادي يعاود يرجع يدوي معايا، ولكن هاد المره باش يعترف ليا شحال تيبغيني وباغيني للزواج. انا رفضت وقلت ليه بلي انه ما يمكنش تكون بيناتنا شي حاجه، لا معاك ولا مع شي حد غيرك، خصوصا بلي انه في ديك الوقت كنت مركزه على قرايتي. المهم كل نهار كنا كنتلاقاو كنخرجوا، وفي كل خرجه كيجبد ليا الموضوع، حتى لواحد النهار قال لي اذا ما قبلتيش باش اننا نكونوا مع بعضنا فنحبسوا هاد العلاقه، حيت انا ما مسلكانيش. فعلا لمده عام غادي نقطعوا العلاقه ما بيناتنا، حتى لواحد النهار غادي نكون غادا انا وعائلتي في الطوموبيل، حتى كيبان لي من مورايا في طوموبيلته، وهنا رجعنا كنهضروا وكنخرجوا ووافق باش انه نبقاو اصدقاء، ولكن كان تيقول لي ديما راه الداخل ديالي فعلا تيبغيك. واحد الوقت بلا ما حسيت لقيت راسي بلي انني تنبادلو نفس الإحساس، بمعنى عامي وليت كنبغيه، علما أنه ماشي من الذوق ديالي ولا حتى من داكشي اللي كنبغي، فداك الفارس ديال الأحلام ديالي كيف تنقولو. وهنا بداو قصص ديال المشاكل مع صحاباتي اللي كلهم تيقولوا ليا لا راه ما جاش معاك وماشي ستيل ديالك ومن الاحسن انك تخليه. من بعد ما كنت مره كنهبط للمدينه فين تنسكن باش نطلع على والديا، وليت كنهبط كل نهار لديك المدينه وكيتلقى ليا في لاكار. كنتلاقاو وكنخرجوا، بقينا مع بعضنا لمده 4 سنين، كانوا بيناتنا شويه ديال المشاكل، وكنعترف انه في هاد العلاقه كنت انا اللي كنت كنحكم فيها واحد شويه، كنعترف بهذا الامر، ولكن كنبقى ديما كنبغيه كيف هو تيبغيني. كان تيبان الناس بلي انه تيحماق عليا اكثر ما انا تنبغيه، ولكن هذا راجع لطبعي من الاول، فاش كان باغيني وانا رافضه بقات فيا هذيك النغزه ديال انه شي حد من مورايا تابعني وباغيني وخا ندير ليه اللي درت. المهم فاش طولنا في العلاقه ديالنا ولينا منعزلين على العالم كامل، هو بقى بلا صحاب وانا كذلك ومثال، حتى من والديا عرفوا القصه لانه شرحت لهم بلي انا هذا الشخص باغيني المعقول،
ماما عرضات وبدات كتسولني واش ما خدامش، مستحيل انك تكوني معاه، وشنو الهدف من انك تلاقي به؟ فانا بهذا الضغط وليت بدوري كنضغط عليه وتنقول ليه ضروري خاصك تلقى شي خدمه في اقرب وقت. غادي يقول لي عطيني واحد المهله باش نقلب. فعلا عطيته مهله ديال شهر وقلت لي اذا فاتت هاد المده ما نقدروش نبقاو مع بعضنا. سال هذاك الشهر وما لقاش وعيط ليه، قلت ليه صافي ما نقدرش نبقى انا وياك. دازت 3 ايام ما قدرتش نصبر على الغياب ديالو وعيط ليه، قال لي راني مشيت لمدينه واحده اخرى مع واحد الولد حيت ما نقدرش نبقى في نفس البلاصه حداك وكلشي تيفكرني فيك. قال لي هاد السيد تيخدم هاد الخدمه الفلانيه وراه اقترح عليا باش اننا نديرو فورماسيون ديال نفس ديك الخدمه. انا قلت ليه وصافي ديرها بحكم انه فيها واحد الشعبه فيت ليا قريتها غنقدر نعاونك فيها. فهو بدا تيقرا غير سبت والحد، كيمشي وكيجي كيمشي وكيجي، لانه كان تيجينا صعيب اننا نتفرقوا على بعضنا. ماما كانت عارفه علاقتي به، كانت واحد الانسانه درويشه بزاف وصراحه كانت كتبان ليا شخصيا ملاك، يعني ميمكنش دير شي حاجه خايبه من غير هذا. وهو كانت كتبان ليه ماما شي حاجه اللي هي مقدسه بحكم انه با ما تيخدمش، فمو هي اللي كتخدم عليهم وكتصرف عليهم، بالنسبه ليه شي حاجه لا نقاش له فيها وماشي عيب. ولكن كان داكشي بزاف اللي قالت لي خصو يديرو بدون ما يناقشها. تخيلوا كنا غير اذا يلا خرجنا مع بعضنا وعيطت ليه ماما كيرجع لعندها كيجري. الدراري اللي تيعرف ديما تيقولوا ليه مالك صاحبي كتفتف وكلك مرعد، وانا كنت ندافع عليه وكنت نقول لهم لا حشومه تقولوا هكاك، راه الانسان اللي تيبغي مو راه شخص ليه هو مزيان، وهذا الشيء اللي خلاني نزعم معاه في هذه العلاقه. وحتى ماماتي كانوا كيقنعوني وتيقولوا لي كوني مع الانسان اللي تيبغيك احسن ليك ما تكوني مع الانسان اللي انت كتبغي. المهم شهر من بعد ديك الفورماسيون اللي مازال ما كملها بدا تيدفع في السيفيات ديالو وغادي يلقى خدمه. ما تصوروش هذاك النهار كيف كنت كنبكي من الفرحه، كان عندي عيد بديت كنحمد الله ونشكره حيت هو اخيرا ماما غادي تقبل عليه. واخا هي كتقول لي العائله ما راضيينش عليه لانه ماشي من المستوى ديالنا، هو يلا خدم وخصو يصرف على دارهم وحنا المستوى المعيشي ديالنا الحمد لله ميسرين. المهم ما عليناش، استمرت العلاقه ديالنا كل نهار كنا كنتشوفو، كان كيدوز من مورايا من الخدمه وكنخرجوا، ولكن كل نهار كنا كنتناقشوا حتى لواحد الوقت وصلنا لمشكله كبيره وفي وسط الزنقه بدينا كنضربوا ولات علاقه مسمومه. ولكن ديك الساعه كنا كنتصالحوا مع بعضنا. بقى نعقل واحد النهار غادي ترى ما بيناتنا واحد المشكله اللي كانت كبيره، عيط على ماما وتا انا عيطت على ماما، جات حتى هي اللي بدات كتغوت وقالت لنا خصكم تفارقوا. ماما اقترحت علينا باش اننا نتزوجوا وربما هكا غادي تحبسوا المشاكل ما بيناتنا. هو غادي يدوي مع بابا وقال لي هاد الحد لا الحد الماجي غادي نجيو نخطبوا. 15 يوم ها هما عندنا ضرب الصداق بالتفاصيل كلهم داروه ليا والديا، وفلوس صداقي هو غير سلفهم باش عطاهم ليا، وما عاونوا حتى شي حد من عائلته. واتفقنا على اساس انه في الصيف غادي نديروا العرس وما غادي نمشي لعندو حتى للصيف، فاش يجوا عمامي وعماماتي من على برا باش اننا نتجمعوا. من موراها وليت كل ويكاند كنمشي عنده نبات عندهم في دارهم، وحتى الا بغينا نسافروا انا اللي كنت كنتكلف بكل شيء، تيقول لي دابا نرجع لك من بعد. صراحه انا عارفه بلي انه ما كانش طامع فيا، ولكن كانوا عنده فلوس اللي هما محدودين وما كانش همني هذا الامر انه فلوسه محدودين قد اللي كيبقى فيا بلي انه واخا مخدامه كتاخذ من عنده الفلوس، وخصوصا ملي نتزوج. وانا مازال ما كنتش سكنت معاهم، كنت غير كنمشي كنبات معاه في كل سبت وحد، وكنت ناويه انني نسكن معاهم. تخيلوا هذاك الويكاند اللي كنت كنمشي عنده بيتو ديال النعاس ما فيه حتى الباب، وحتى الفراش اللي انا تنعس فوق منه غير ديال المراهقين ماشي ديال حتى شي واحد مزوج عمر شي واحد في عائلته كبر بيا. وهذا الشيء انا ديك الساعه كان تيجيني عادي ما كنتش فاهمه، عمر شي حد في عائلته عرض علينا ولا غير عليا، علما انه ماما اذا عرضت عليهم كدير كل شيء بالتريتر وكتكبر بيهم. مهم عائلتي ما غادي يعرض عليها حتى غادي يدوز شهر على ضرب صداق. من بعد شهر عاد غادي يعرفوا والديا في كتمشي بنتهم كل سبت وحد. هاد المده كلها الام ديالو كنشوفها انسانه طيبه وكتهضر غير بالدين وبالله اكبر وما كتسلمش بيديها على الرجال. انا كنت تنقول مزيان هادشي تيبشر بالخير، لدرجه انه في فتره المراهقه ديالي كان عندي مشكل مع ماما اللي استمر واحد المده اللي كانت طويله. قلت بعدا الله جاب ليا مولانا واحد الانسانه بحال ماما غادي نحط عليها الراس، لدرجه كنت كنعاود ليها على كل شيء حتى على علاقتي مع ولدها قبل الزواج. والديا صراحه كانوا كيثيقوا فيها، وتخيلوا كانوا تيقولوا ليا راها انسانه طيبه وما نخافوش عليك معاها، وبكثره ديك الطيبوبه ديالها حتى اذا وقع شي مشكل تيقولوا ليا غادي نعرفوا بلي انه انت اللي منك المشكل وماشي منها. وراجلي بدون سبب تيكون جالس وتيقول ليا فراسك لميا اذا جاب الله ناض شي مشكل شي نهار بينك وبين ماما راه غادي نجي من جهتها واخا تكون هي اللي غلطه. تنبقى كنقول في راسي علاش هذا تيقول لي زعما هاد الهضره. صحيح انا اللي كنت كنحكم في هاد العلاقه ديالنا
وكنبقى كنهددو بلي انه اذا ما درناش هذه الحاجه غادي نهز طوموبيلتي وغادي نمشي عند والديا. هذه الجمله الوحيده اللي كنقول، هذا هو النوع ديال التهديد اللي كنت كندير ليه. ببساطه كانت هذه هي شخصيتي. المهم وقت ما كانوا جايين عماتي كيجيبوا لي الكادوات كيعرضوا عليه، فبحكم انه ماما خياطه، واحد النهار واحد عمتي اول مره غادي تشوفها بغات تمشي لعندها على واحد الجلابه، وانا نعيط على حماتي وانا نقول لها خالتي رحنا جايين عندك العشيه انا وعمتي. وصلت العشيه فعلا مشينا، تخيلوا فاش وصلنا والله ما قالت لديك عمتي اللي عمرها ما شافتها حتى دخلي تفضلي تشربي كاس ديال اتاي. بطبيعه الحال ما تقبلناهاش حيت السيده اول مره جايه لعندك، وخوتها ديما كيكبروا بيك، وفوق من هذا الشيء كله المحل ديالها من تحت الدار، حشومة ما تقولش حتى دخلوا تشربوا غير كاس ديال الماء واخا غير بالكذوب. وهذا الشيء راني علمتها في التليفون من قبل، يعني بامكانها انها تجيب غير شي قرعه ديال المناضة او لا اي حاجه من الحانوت، او لا غير تقولها ماشي حتى ضروري انها تطبقها. وهنا انا بقى فيا الحال وقلتها لراجلي، قلتها لولدها، قلت لها شنو طرا فلان واشنو طرا واشنو طرا، وانا دابا ما بقاش عندي الوجه اللي يشوف عمتي وهما تيكبروا بكم كاملين، وانا ربي شاهد عليا بلي انا وديك عمتي جايبه معاها كادوات ليه والماما، وكتقول لي حشومه اذا عرضت علينا المراه خصنا نلبسوا البلدي عندها ودي ليها معايا هديه. جابت البلدي غير على قبلها على اساس اننا غادي نتعرضوا باش يكون داك التعارف ديال العائله، لكن للاسف ما كانش هذا الشيء. فاش تناقش معاه على هذه النقطه بدا تيقول لي انا ماشي سوقي، وهنا بداو النقاشات اللي تيوقعوا مره بدا كيتصرف بالتصرفات اللي كانوا صبيانيين، غادي يجيو خوالاته، ووقت ما درت معاه شي رونديفو تعيطوا عليه راه خصنا نمشيو لهاد البلاصه، كيسمح فيا وكيمشي معاهم. هاد الشيء كله ماشي مشكل حتى لدابا، ولكن الصدمه الكبرى هي هاد الشيء اللي جاي. جا العيد الكبير وانا ما تناكلش اللحم وما كانش عندي مشكله، ولكن قبل ما يوصل العيد بسيمانه غادي نتلاقى به على اساس انه مورا العيد غادي نروح معاه للدار، زعما غادي نديروا الحفله وغادي نمشي معاه حيت عائلتي كلها فراسها هاد الشيء وكانوا مجموعين باش نحتفلوا، علما انه مازال ما صوب البيت فاش كنا غادي نعيشوا. والله العظيم هاد القضيه ديال البيت عمرني ما قدرت نقولها حتى الوالدية. المهم بقى تيقول لي يلا نباتوا مع عائلتي كلهم مجموعين في واحد الدار في العروبيه. قلت ليه واخا نمشيو، ولكن بشرط عافاك فلان نرجعوا ما نباتوش. قال لي علاش؟ قلت لي راني ما نقدرش حيتاش شي بلاصه فيها الحشرات عندي حساسيه منهم، كيبدا كينوض في الحبوب كان بدا كنحكو. قال لي صافي واخا غادي نمشيو غادي نرجعوا. وعدني. مشينا جلسنا معاهم تحت الظلام وبدا تيحرجني قدامهم تيقول لي نباتوا، وهما بداو تيقولوا ايوا باتوا. بديت كنقول ليه بيني وبينه لا راه اتفقنا، وبدا تيقول لي لا راه غادي نباتوا، بحال ما دويناش وما تفاهمناش من قبل. في الاخير غادي نبات، ودوزت هادشي بجغيمه ديال الماء لغت لفقنا وصلنا للدار وضحكنا كانه شيئا ما وقع. من بعدها مشى كيوجد باش انه لغد لي يمشي لواحد المدينه واحده اخرى اللي عنده فيها اجتماع لمده يومين، وهنا غادي تكون اخر مره غادي نشوفه. غادي يهز ليا ساكي هبطوا ليا سلم عليا وقال لي بسلامه، لغد ليه دوا ليا وقال لي راني وصلت لهاد المدينه واش انت لاباس عليك، عاود نهضرنا باللي لغد ليه نتاع النهار الاخر دوا ليا فينك ما فينك وجدي ساكك انا راه غادي ندوز عندك للدار. صباح الصباح ما هضرش معايا النهار كامل، سولت فيه بالعشيه بدا تيقول لي بعدي مني راني معصب مع الخدمه، وبدا تينقر. قلت ليه دوز عندي للدار، قال لي خليني حتى نوصل للدار بعدا. قلت ليه ياك لاباس فلان شنو كاين؟ ما بغاش يدوي وانا نقول لها جي عندي للدار، لا ما غاديش نجي. تنقول ليه ياك لاباس راني موجوده من الصباح وانا كنساينك غادي تجي. شديت معاه العكس، هو تيقول لا ما غنجيش وانا تنقول لا غتجي، غادي يسبني وغادي يقطع عليا التليفون، وكانت هذه اخر مره ندوي معاه. لغد لي كنصون عليه والو، غادي يمشي لدارهم ما كنلقاهش. من بعد بالصدفه غادي نعرف بلي انه هو كاين في دارهم ديال العروبيه. كيفاش غادي نعرف؟ واحد جارتهم غادي تعيط ليا وقالت لي لاميا انت وراجلك هنا وما دزتوش عندي حشومه. تصدمت، ومن هنا غادي تبدا المعاناه. كنقلب عليه والو، جا عيد الكبير ما سولش. اويلي شنو واقع العيد هو ما سولش؟ واش عباد الله نقاش بحال هذا بسيط نتاع فينك اجي لا ما نجيش غادي ندخلوا في هذه الحرب؟ العيد غادي يدوز عندي كحل. مشيت كنقلب عليه في الليل وكندوي مع امو على اساس انها صاحبتي، وهي تقول لي صافي انا ما غاديش نقول ليه راكي جايه باش يقدر يجي وتشوفيه. كنمشي ما كنلقاش، تنقول لها فينا هو؟ كتقول لي ما عرفتش راه هز طوموبيلته ما عرفت فين زاد. رغبت ولد خالته يعيط ليه جا. من بعد قال لي ولد خالته بلا حشمه بلا حياه، نتوما اصلا ما كتفاهموش من الاحسن انكم تفارقوا. هو شاف فيا وقال لي غادي تلقوها فلانه. تخيلوا ماما ما هضرات ما قالت حتى شي حاجه، قالت ليه خاصك تهضر مع باباك في هذا الشيء. علاش غادي يهضر مع با في هذا الشيء وحنا كبار قادرين باش اننا ناخذ القرارات ديالنا مع بعضنا بدون التدخل ديال الوالدين؟ وزيدوا حتى اذا بينا نطلقوا كيجي الطلاق على مراحل، ماشي صباح الخير تصبح على خير غادي نطلقوا، الطلاق كيجي على عده مراحل. ما تصوروش كيفاش دخلت ديك الليله للدار، دازت 3 ايام كلها وانا دايخه وكنرجع وحالتي، وهنا بداو معاناه ديال بصح بحال بغى يدخلني الحماق نوعا ما. غادي يعيط لبابا حدو باش انه يقول ليه انا وبنتك غادي نساليو ويقطع عليه.
انا هنا غلطت غلطه كبيره. بقيت كنمكن نهار وما طال. واحد النهار مشيت للصالون قلت اجي شويه نفاجئ على حالتي، تلاقيت بواحد البنت كنعرفها وقالت لي انت ما عارفه راجلك حتى فين هو وانت باقا على الذمه ديالو. قالت لي نقول لك حاجه، عيطي ليه وقولي ليه راكي حامله باش تقدري تشوفيه وتهضري معاه. انا كنت عارفه بلي انه اذا عيطت ليه ما غاديش يجاوبني، حيت اصلا بلوكيني من كل شيء. كذبت على عائلتي وعلى دارنا وعلى كل شيء وقلت لهم بلي انا راني حامله بالعاني غير باش نعرف فين هو ويجي بعدا وندوي معاه. من بعد هنا ماما بدات كتعيط ليا، فينك اجي؟ فهاد اللحظه بدات تقول لي ماما ديك ديري التيست، انا غادي نمشي نجيب واحد التيست لي اصلا غير بالفلوس ولا ماشي انا اللي دايراه، حتى واحد السيده اللي بصح حامله ودرتو بسميتي. ماما غادي تشدني بيني وبينها، حتى تمكنت مني وقالت لي قولي لي بنتي الصراحه. قلت لها خالتي راني ما حاملاش، وهي تقول لي شوفي حتى انا ما عارفاش ولدي فين هو، غادي نعاونك في هذه الكذبه ونقول ليه بلي انا فعلا راكي حامله، ولكن ما تقولها حتى شي حد. انا على نيتي قلت لها صافي واخا خالتي. قالت لي ولكن هو الاول غادي نديرو التيست واحد اخر باش نتاكد بلي انا كي ما حاملاش. فعلا درت التيست وخذتهم بزوج، داك باش كذبت وهذاك الحقيقي، وخلاتهم عندها. بغيت نقول لها علاش خديتيهم مني بزوج، ولكن عقلي تيقول لي لا لا ميا، هذيك راه اكثر من ماماك مستحيل انها تاذيك وما يمكنش تلوي لك يدك بهم. لكن للاسف هادشي اللي كان. هو غادي يهضر معايا وقال لي هذاك الولد اللي حامله به راه ولدي وراني قد به. لغد لي صفت لي قال لي راني بدلت المدينه وراني مشيت لبلاصه بعيده، مرت واش نفسيا واش شي حاجه واحده اخرى الله اعلم بهذا. والله العظيم وليت غير كنرجع وشعري تيطيح وليت نسخف وكندير الرقيه الشرعيه، دخلت واحد وسط العالم اللي ماشي ديالي نهائيا. وليت 24 ساعه 24 ساعه وانا غير تنبكي. واش عرفتوا شحال ديال العذاب دوزت كل ليله كنبكي وكنحط يدي على فمي باش حتى شي حد ما يسمعني. والديا ما تجرأت وما عمرني تجرأت انني نقول لهم الصراحه والتفاصيل. سيدنا رسول الله تيقول لك كسروا المراه طلاقها، وانا ماشي غير تكسرت انا تفنيت، بقى فيا الغدر حيت مور هادشي كله ما بقيتش شفته. مو تنعيط ليها فاش لقيتها في المحكمه بديت كنعنقها وكنبكي. هو في الجلسه دخل عند القاضي وتيبكي وكيقول لهم انا تنبغيها ولكن ما نقدرش نبقى معاها وما نقدرش نشوفها. علاش فلان وكيفاش الله اعلم. في ديك اللحظه تنبكي وبابا تيجرني باش انا ما نمشيش عنده. عمرني ننسى هذاك النهار نهائيا، كنت تنطلبو تنقول ليه ما ديرش ليا هكا قدام العائله، كلهم عارفين ديك الوقت باللي انا غادي نروح عنده عروسه وجاو على ودي. بديت نطلبو ونطيح ليه على رجليه ونرغبو، ما بغاش حتى يشدني وما قدرتش نقول ليه حتى راه ماماك عارفه كلشي على الكذبه نتاع الحماله، حيت انا عند بالي بلي راه مسكينه باغا غير تعاونني راه في صفي. فداك النهار ديال الجلسه واحد خالو ما تيخليني حتى ندوي معاه في باب المحكمه، غادي يوقف علينا وغادي يقول لينا لا ما غاديش نخليكم بوحدكم غادي تدابزوا. دقيقه ما كملناهاش ديال الهضره، قال لي غادي ندخل للدار وغادي نبلوكيك. انا بحال البهله اللي وقع تنقولها لامو، قلت لها عافاك يا خالتي راه قال لي غادي يبلوكيني. قالت لي لا ما تخافيش غادي ندوي معاه باش ما يديرهاش. من تما ما بقيتش شفتو لا هو لا هي لا حتى شي حد. تخيلوا مورا الجلسه ديال المحكمه الناس بقاو تيجيو لعندنا تيباركوا لينا، حيت حتى شي حد ما عارف بلي انني كنطلق. اللي قال لي مبروك ما درتو كنسخف. طحت في دوامه نتاع كنرجع الريق صفر كل نهار كل صباح، حتى بديت كندير عند الراقي الاستفراغ باش السيد اللي كنت حاطه عليه راسي وسمحت على قبله في كل شيء كل شيء وكذبت على عائلتي وكنت ضدهم يجي يغدرني بهذه الطريقه ما قدرتش نستوعبها. يا ريت لو كان تعرفوا شحال تقاتلنا على هذا الزواج باش يستمر، حتى وليت كنوهم راسي بلي انه غادي يجي شي نهار هادشي كله غادي يتبدل، حتى ما تنعرفش كيفاش طرا هادشي. من مورا هادشي كله اللي وقع بديت مره كندرس كل حاجه دازت في الماضي وكيفاش كانت كتدخل فيها امو وكيفاش كانت شيطانه في هيئه البراءه ومغلفه راسها بالدين. انا اليوم بغيت ننسى ومازال ما قدرتش. دازت تقريبا 8 شهور على هذا الحدث وليت حالتي ومرت، جوني عروض ديال الزواج ولكن ما قدرتش نثق في حتى شي حد. وفي وسط هذا الشيء كله واش عرفتوا شحال ديال العروض ديال الشعوذه اللي جوني انا نمشي عند الفقيه، ربما هذا الشيء اللي وقع لينا دار بشي عمل شيطاني او لا شي عين او لا او لا، ولكن اصريت على لا. صديق ديال بابا عاوني في انه قال لي ديري حجابك وحصني راسك بورد صباحي ومسائي بلا ما نفكر غادي ندير الحجاب وعن قناعه. درتو حيتاش فعلا مولانا حماني بزاف ديال الامور اللي كنت فيها نقدر نموت. والله العظيم درت زوج محاولات انتحار على قبله، شفت عائلتي كتعذب معايا، شفت والديا كيبكيو وهما كيشوفوني كنتقطع، وهادشي كله انا تنقول مازال راه ماما ظريفه وهو تيبغيني
حتى كنسمع من عنده البراني في اوديوهات كيصيفط لهم باللي هو تيقول ما نقدرش نرجع ليها الا اذا بغات ماما. ماما ما غاديش تردد، شفت بنتها كتعذب وغادي تعيط لماما وتقول لها بنتي كتموت ليا. راح هنا غير من طبيب نفساني لراقي قالت لها دي بنتك لشي طبيب واحد اخر بكل بساطه وبروده. من تما ماما سدات سده، امو عمرها ما بغاتني ولا دخلت عليا حتى نسطرو ديال الحليب ولا ريحه ولا كبرت بيا. انا ما غاديش نلومها، غادي نلومه هو اللي ما قدرش يفرق ما بين امو ومرتو، هو اللي سمع امو وظلمني واداني اخضرني وكذب عليا، وانا بالنسبه ليا غير دوز بيا الوقت. انا الداخل باقي مازال مقصحه، ولكن كلمه واحده اللي تفيدني فيهم حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه هي كانت حكايه لمياء. الى لمياء ولكل من يشبه لمياء نقول لك حاجه، غادي نكذب عليك وغادي نكذب حتى على راسي اذا قلت لك بلي انه من بعد كل هاد المعاناه ما خصكيش تحزني. لا، الحزن هو طبطبه القلوب، هو واحد المرحله اللي ضروريه انه يدوز منها الانسان باش كيحترم وكيخرج السلبيات اللي طراو ليه، ولكن الحزن ما خصوش يطول، ما تعطيش اكثر من وقته، والا غادي تخلي مدخل الشيطان فين يسيطر لك على قلبك وحتى على مستقبلك. بغيت نقول لك حمد الله وشكريه وديري شي صدقه، لانه لو كان كمل هذا الزواج اكيد عمرك ما غادي تكوني سعيده وكان غادي ترى كفس من هذا الامر. ودليل على هذا الخير في هذا الشيء اللي طرى لك انك التزمتي وجددتي علاقتك مع مولانا ودرتي حجاب. واش كاين احسن من هذا؟ مولانا بغى يرقيك ولكن بهذه الطريقه، حاجه واحده اخرى ما تدعيش عليه لا بالخيب ولا بالشر، واذا ما دعيتيش عليه ما يسحبش لك بلي انه مولانا ناسيك حاشا، ولكن الله يمهل ولا يهمل وكل ساق سيسقى مما ساق. ما تدعيش عليه باش ما تفكريش وتخلي لراسك مرحله واحده اخرى انك تقتلي فيها روحك. اكيد حاليا ظاهر الامر عذاب وظلم وقساوه والم، ولكن ما خفي اعظم عند رب العباد. بغيتك تتاكدي بلي انه هذا الشيء اللي طرا لك اليوم هو لطف في لطف في لطف خفي. انت ادرى بعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولكن بغيتك تسمعنيها اكثر وتحسي بها بالجوارح ديالك. بغيتك تشغلي وقتك كله بالهوايات ديالك اللي كتحبيهم، بذكر الله، بزياره الاحباب والاصدقاء، تقراي روايات وتركزي في خدمتك، لانه هذا الشيء كله هو اللي غادي يخليك تنوضي بروحك من جديد. اذا شي حد ما عطاكش قيمه لا يستحق هذا الشيء اللي كديري كله على قبله. اعطي لراسك فرصه جديده، هذا الانسان على حسب ما عاودتي لا ما تيبغيكش، حيت لو كان تيبغيك كان غيدير اليدين والرجلين باش انك تبقاي معاه. يعطي المو مقام وانت يا مقام، عطي لراسك فرصه جديده انك تشوفي الحياه اللي كتستحقيها، ومن خلال هذا الشيء اللي طرا لك خصك تستافدي دروس وتختاري بعنايه رفيق الدرب، الرفيق اللي يقدر يميز ما بين الام والزوجه والاصدقاء، الرفيق هو اللي كيحترمك وكتحترميه حتى انت بدورك. يا متابعين يا كرام، لمياء اكيد غادي تسمع هذه الرساله اللي وجهت ليها، ولكن ما كرهتش انه كل واحد فيكم سمع هذه القصه، قصه يخلي لها رسالته، رسالته الخاصه اللي تكون ايجابيه باش توقظها من جديد وتفيقها وتعطيها امل في الحياه وتتاكد فعلا بلي انه هذا الشيء اللي وقع لها لا يستحق العناء ابدا، لا هو كشخص بدون شخصيه ولا الام ديالو ولا كل من تدخل في هذه العلاقه باش انه يشتتها. هذه حكايه اليوم. كنتمنى انه كل مراهقه، كل فتاه، كل ام، كل حمات، كل شخص يستفد من هذه القصه، فهي عبره لكل معتبر. سلام سلام.